الخيرات والبركه على متابعيني الحلوين. بتعرفوا وقت بقول هالجمله بكون عم بضحك وضحكتي وصلت لاذني، بكون كتير متحمسه انه انا رح اشارك معكم فيديو جديد، واقرا تعليقاتكم بتغرف القلب واشوف لايكاتكم الحلوه، لا تحرموني منها. فقبل ما يبلش الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك للفيديو هلا قبل ما يبلش، انا بوعدكم هالفيديو يكون مميز وايجابي وحلو بالرغم التخبيصات والقصص اللي صارت فيه خلال يوم واحد. شاركت معكم يوم من الصبح للمساء والحادث اللي عملته للاسف، بس الحلو حبيت نفسيتي بالحادث اللي عملته كيف تعاملت مع الموضوع رح تشوفوه من خلال الفيديو. وانا كتير بعتذر زعلتكم بالفيديو الماضي على ابن اختي، الحمد لله هلا هو كتير منيح، بحب اطمنكم عنه، بس انا بحب اشارك معكم هيك نوع من الفيديوهات حتى تديروا بالكم على اولادكم، الله لا يضر حدا بولده ان شاء الله. اي ويا صباح الخيرات، خلونا نبلش هالفيديو الحلو. هلا صار وقت اشارك معكم هالاوتفيت اللي بيتنين. انا هذا اللون الموف اللي هالدرجة بعشقه، كتير بحبه، اللي كتير كتير كأنوت الموف الباستيل. اوكي، مع انه ما بحب القمصان الكارو ابدا، بس هذا القميص على اللبس بياخد العقل. هلا رح فرجيكم اياه. الحلو انه هو او شي سميك بدفي كتير، موديله على اللبس بياخد العقل. طبعا نيو اسبولو فرجيتكم اياه لهلا موجود منه اذا حبيته. على فكرة لونه على الحقيقة لسه أحلى من الفيديو. بالصدفة نسيانة إنه عندي هاي الشنطة، شو الطابعة عليها، وعندي هذا الشوز كمان نسيانة إنه عندي، أنا بحب هاي درجة اللون. رح ألبسه مع بنطلون جينز، مع إنه كان عندي بنطلون شفته أخذ هذا اللون، بس قلت ما بدي أخليه أوفر بالألوان، فرح أركز على اللون الموف، فحطيت معه بنطلون جينز من مافي. وشو كمان الشوز من داشمان. ايه تعالوا احكي لكم على هذا العطر يا جماعه، عن جد انا ما في عندي هواس بالعطر مثل رولا، بس هذا العطر اول شيء ريحته ثابته من قطن، ريحته ثابته، في منه كل الدرجات، بس الفوشيا اطيب ريحه، ريحه ثابته وريحه نظافه كتير كتير ريحته طيبه. انا هذا بحطه بالشنطه، بس وصلت على زيارتي بحط منه، واكسسوار كتير رح تخفيف لانه اللبس كتير سبور. فهذا هو الاوتفيت، هلا رح اجيكم اياه على اللبس. كالعادة من أول ما عبود عمل العملية يوميا عم بقضي عند أختي، وأحيانا عم بنام عندها مشان ما أتركها لحالها مثل ما بتعرفوا. فهلأ جيت لعندها الصبح، بس اليوم هو اليوم الثالث بعد العملية، فأنا شو عندي، عندي اليوم كومت طرات. فقالت لي رولا خلص تركي بنتك عندي عم بتسلى معها، هي بتكيف وقت بترك ليلي عندها، وانتي روحي اقضي كل شغلاتك. فرح تلاقوا بهالفيديو كتير قصص اماكن رحت عليها، صورت لكم مقاطع منها كتير رح تنبسطوا فيها. فكنت ايه انه لحالي رحت، فهيك صورت لكم شوي من الاجواء، فكان هيك يوم كتير حلو مميز بصراحة. ايه ومثل ما شفتوا هلا لانه الضيوف عم بيروحوا وبيجوا والحمد لله ما تركونا ابدا، وبصراحة كتير عم هيك نحن ما متعودين على قعدة البيت كتير، وخاصة رولا، فوقت ما يجوا الضيوف عم نتسلى مع بعض، وهيك كانت تحضيراتها للضيافة وللأطباء وكذا، بتاخذ العقل كالعادة كتير مزوزة او مرتبة، فهيك كانت الاجواء. شو عم تاكلي ليلي؟ شوكليت؟ تاكلي شوكليت؟ وين؟ هاي دودو؟ هاي دودو؟ اوكي. طيبة شوكليت إلا؟ تعا ادي هون، ادي هونيك. نو حاج. حاج جاست ون. نو جاست ون.
عارفة أنا إيش بدك تقول. يا عمو ريال إلا إيش بعبودة؟ إلا إيش بعبودة؟ بوبو؟ وأنت مبسوطة هو بوبو أخذ راحتك بأكل الشوكولات؟ ألعب عبودة أتفرج على الفيديو اللي نزلته. بس العبودة على إيش مش تبقى هو بالعادة ما بيأكل كتير بيعذب أمه بنقطة الأكل. فقلت له قاعدة فرجينا صور همبرجر فقالنا أنه بس يبلش يأكل أول شغلة رح يأكلها هي البرجر. فشحاني عليها أنا فقلت له عبودة إيش الشيء اللي مشتهي عليه غير البرجر والبلاي ستيشن؟ لحقته هو حلمه يكون عنده بلاي ستيشن لأمه لأنه ما شاء الله يعني بتعرفه شقد بلتها وعن دراسة وكذا. فكرة عبودة من الأوائل على المدرسة. ليلي مشان موضوع أنه خربتي الضيافة كلها. شوفوا ليلي عاد عم تنقور بالشوكولا. ليلي مامي مامي نو نايس عمري طال سنينة. ليلي تحكي تحكي. يا روحي عم تعطيني لعبودة يا روحي بتقول له يو يو. دي ممكن تكتبوا لي وين وليش. هلا بتعرف شو دائما بفكر انه نحن بعد طبعا الازمه السوريه اللي صارت وهلا عم نشوف انه اهل غزه ان شاء الله يا رب الله ينصر النصر قريب باذن رب العالمين. انه نحن انخلقنا على هالدنيا ما اخترنا الجنسيه والبلد اللي نحن نعيش فيه. لو كان الانسان عنده الخيار انه هو يختار جنسيته ويختار البلد اللي يعيش فيه. شوفوا ما ضرورة انه يكون الجنسية اللي انت بتشتهي تشيليها تكوني عايشة بنفس بلدها. يعني مثلا ممكن اكون انا مشتهي يكون عندي الجنسية الامريكية بس اكون عايشة بدبي. في ناس هيك اوكي. فاكتبوا لي بالكومنتس اي جنسية واي بلد وليش. دايما كنت بفكر هاد دايما هيك عندي كان انه لو كان عندنا الخيار انه أكيد كلنا وقت اللي بالفطرة رب العالمين خلقنا وقت نكون بننتمي لبلد معين بنحب بلدنا ومنحس حالنا بالانتماء لإله. هاي من نعم رب العالمين أوكي. وجيت على تركيا اكتشفت إنه الأتراك أحلى شغلة بتركيا. شو هلا كتير في شغلات وقت اللي عشنا بتركيا لقيناها غريبة وما حلوة مع إنه عاداتهم تقاليدهم كتير بتشبهنا كعرب. بس في كان مواضيع تانية بتعرفوا وما بدي أحكي فيها. بس الشغلة اللي بتلفت نظر اللي بتحسوها كتير كتير قوية عندهم ومن كل قلبهم ما يتمثيل ايه فهي حب الوطن. حب الوطن والدفاع عنه. والشهيد هلأ خلال شهر واحد اول مرة كان في 7 شهداء تاني مرة في 9 شهداء بعمليات بمناطق معينة. فتحسوا التركية كلها في حداد على هاي الشهداء. نحن ممكن ببلدنا كنا ما نسمع عنهم يعني. فحلو وقت بيكون عندهم مناسبات وطنية ذكرى تحرير ذكرى الاستقلال. هل يعني من كل قلبهم مبسوطين من كل قلبهم بيعطوها حقها من كل قلبهم بيحتفلوا. والصغار اللي لو عندكم الخيار احكي لكم انا انا ليش وهذا ما بعرف هيك عن جد ما بعرف. بس انا بحب اكون مع عندي الجنسية الاسبانية وعاشة بايطاليا. ليش؟ ليش؟ رح أقلكم ليش. هلأ الإسبانية لأن وقت اللي تعلمت اللغة الإسبانية وكانوا يفرجونا مقاطع فيديوهات مشان السماعي ونشوف اللغة فكده حس حياتهم إنه هاي هيك إنه أنا هيك هاي الحياة اللي بحبها. عرفتوا هاي مقاطع الفيديو عن الـ daily life videos. فوقت اللي كنا نشوفها كنت أحس إنه إيه هذا هاي الحياة اللي أنا بحبها أو بحب أنتمي لها. هيك السيستم الحياة فيه بساطة فيه كذا. اللي عايش بإسبانيا بجد يكون مو هذا الحقيقة. فاللي شفته أنا مثلا من خلال فيديوهات الأفلام الإسبانية اللي بحبها شفت إنه هيك حياتهم حلوة ويعني حبيتها ولغتهم كتير بحبها. وبنفس الوقت تعاملت وقت اللي جيت على تركيا اشتغلت بمكان كان فيه 3 إسبانيات عم بيشتغلوا معنا. فطريقة تفكيرهم والبساطة اللي عايشين فيها كتير لفتت لي نظري كتير حبيت. طبعا هنا من مدن مختلفة ولا بيقربوا بعض ولا بيعرفوا بعض. فحسيت انه الاسبانية هيك عندهم نظام سيستم معين وبشخصيتهم وطريقة اللايف ستايل تبعيتهم حبيتها مشان هيك حبيت. ايطاليا طبعا لانه هي نمبر 1 بالفاشن نمبر 1 بالفود بالطبخ بالكذا يعني بتحسوا كل شيء هي نمبر 1. وبنفس الوقت هي بلد جدا جميلة وكتير حلوة ورايقة رايقة كتير وشعبها رايق. فانه ايطاليا وعندي قرايبين ورفقة عايشين بايطاليا بعد ما بيمدحوا منها. هلا انا قبلاني زيارة يعني ان شاء الله الله يكتب لي زيارة لألا.
هي من المدن اللي كتير حابين انا ازورها. بتقولوا لي علا انه ليش ما جنسيه عربيه؟ لانه انا جنسيتي عربيه، هلا انا صح سورية بس انا بحس حالي انه بالاخير انه انا عربيه. اوكي، دائما ما بعرف ربينا من تربيه اهلي، من تربيه وقت اللي كنا بسوريا من خلال الدراسه ابدا ما عيشونا انه سوري وطائفيه وعنصريه وبلد ثاني، ما عشنا هذا الشيء. انه نحن السوريين نحن عرب، والعرب كلهم اخوه، والعرب كلهم وحده، والعرب كلهم مثل بعض. فمشانك ما حطيت خيار دوله عربيه لانه انا عربيه. اوكي، فاخترت هيك انه شيء مختلف. فاكتبوا لي بالكومنتس شو اكثر بلد انتم بتحبوا تكونوا عايشين فيه، واي جنسيه بلد بتحبوا تكونوا حاملينها وليش. اوكي، حتى نتسلى كلياتنا بالتعليقات، والكل يقرا التعليقات، واكيد لازم تحطوا لي لايك لهالفيديو. يلا بحبكم، بشوفكم. هلا مرقت على محل جوفين بلاست او جوفين بلاستيك، قالوا لك لا تفرعوا هون بعنداب، هذا الفرع اللي جاي عليه بالابراهيملي عند الانيلار. اوكي، هاد احلى فرع واكثر فرع اكابري، ومنزل شغلات بتاخذ العقل بتجنن. طبعا اسعار شوي غاليه بس بتجنن. شوفوا لي صحون السكب، هذا الصحن ب 3800 يعني 4000 تقريبا. انه هذول ايش ما يستون ما بغير لونهم ابدا. شوفوا ما احلى هون، على فكره هن كثير كبار بس على التصوير طالعين صغار. في اللون الفضي واللون الذهبي، هذول الفاتورين لازم تلاقوا محلات ثانيه موجودين غير عندهم. صحون التقديم كثير حلوين، هاي الملون 10000 وغرامه لرولا. جاي اخذ صواني واخذ هديه لرفيقتي، فحابه هاي الصينيه انا. تعالوا اخذكم لجوا افرجيكم، تعالوا افرجيكم فناجين القهوه. هاي الساعه نفسها على ذهبي، على ذهبي وابيض. هون بقى الفنجي الأول بتشوفون، بتلاقون على محلات تانية 950 هذا الطقم. هذا اللون موف حبيته، صايرة دايما بعلق على لون معين. هلا عم بعلق على اللون نهدي بلبسي، بالاكسسوارز، بكل هالشغلات عم بعلق على هاللون. هاي طقم فناجين، هذا الموديل كتير بحبه، اللي هيك الطبق فيه حرف، هو حجم الفنجان هذا اللي بحبه، والموديل هاد هذا كتير طالع ترند، في منه كل الألوان. ايش بدي افرجيكم؟ لا افرجيكم، عن جد محتاره. هذا 1100 العصافير كمان حلوه. هذا اللي له هي الاجرين القواعد ابدا ما بحبه، لان بعرف بينكسر فورا. هذا حلو، هذا 2750. ما بعرف يعني صاير اسعار فنجين القهوه ذهب يعني، عن جد شقد غليانه. كان ارخص شيء هون بتركيا الفناجين القهوه، كل ما يكون عندنا مناسبه ناخذ طقم فناجين. شوفوا هذا ما احلى، هذا اسمه رخيص 800، هذا كثير حلو، لون تركواز كمان. هذا 10 او غرامه لرولا هاللون، بس فيه ديفو. شوفوا رايحه الرسمه من هلا. هون فناجين الشاي. اوكي، هذول عاملين عليهم عروض، حبيتهم 175 مع كاسات الشاي.
هلأ مش ديت صاير عندي اهتمام كتير كبير بقصة طريقة تقديم القهوة وهيك، فعم بحب انه الضيوف وقت اللي عم يجوا لعندي ما بقى ضيف بصينية كبيرة القهوة، عم بحب انه احط كل فنجان مع التوابع تبع الفنجان القهوة بصينية لحاله، كل شخص يكون عنده صينيته لحاله. ايه فقلت رح اخذ هدول الصواني الذهبية المستطيلة، كثير حبيتهم، سعرهم كثير رخيص، وبنفس الوقت على ترينديول لقيتهم بسعر ارخص كمان، فجيت قارنت السعر هون تقريبا نفس الشيء، بس الفرق انه هدول سادة ما في عليهم ديكور، بينما اللي على ترينديول لهم ديكور فراشة رح حط الكونسورتون، وبالاخير بيرجعوا نفس السعر، فقلت لا يا عولا نخدي هدول كان باينين اتقل اللي على ترينديول. هلا بالنسبه لترامس القهوه صورت لكم ياهن، واللي شفتوه عند رولا سالتوني عليه، فهي اخذته من جوفين بلاستيك. الذهبي اللون الذهبي دائما بيكون اغلى، سعره مثل ما شايفين فوق ال 2500 تقريبا، لانه بيكون فيه كل شيء الوان ذهبي بيكون دائما اغلى، خاصه اذا الكواليتي تبعيته حلوه معناتها ما بيغير لونه، مشان هيك دائما بتلاقوا اغلى من غيره، اغلى من الملونين. هلا رح احكي لكم قصه، شوفوا الام عن جد خلي لي الامهات كلهم بهالدنيا ما في احن منهم. ماما وقت اللي اجت عملت عمليه بعنتاب، شاركت معكم وقتها هذا الفيديو، فبتعرفوا القصه من تقريبا 6-7 شهور، فاجت عملت عمليه، فرولا كانت عم تعمل اكلات عندها بالبيت، فانتبهت ماما انه هي عم تستعمل الجرانيت، وماما ما بتحب الجرانيت ابدا، بتحب الطناجل الثقيله، بتحب الستانلس ستيل هالقصص، فهدت لرولا طقم طناجر ستانلس ستيل اللي هنا بيجوا طقم 4 مع بعض. اوكي هلا طبعا انا كمان هدتني هديه مختلفه، بس القصه انه بعدين اكتشفت ماما من خلال فيديوهات انه انا بستعمل الجرانيت، ف انقهرت مني وقالت لي انه غيريهم، قلت لها اوكي. رحت دورت على طقم الطناجر اللي مثل تبعات رولا، فلقيت طقم واحد بس بمركز واحد من هذا المحل نفسه، هذا المحل طقم واحد. اوكي فرجعت على البيت عم بقلها لماما، ايه الحمد لله لقيت طقم واحد، وعلى الاغلب انه راح اخذه. قالت لي والله يا عولا انا وقت اللي اخذت لها لرولا ندمت انه انا ليش ما اخذت لحالي، لاني كتير تقال ومرتبات وعلى الاستعمال طلعوا كتير الكواليتي تبعيتهم عاليه، هن هدول الطقم شايفينه قدامكم. فانا هون اكيد ما راح افضل حالي على ماما، فقلت لها تكرم عينك، نزلت اشتريت لها اياهم حطيتهم بالسياره، فقالت لي بس اخذتيهم واشتريتيهم خبريني، فدقيت لها قلت لها صاروا بالسياره ان شاء الله بس نجي على مرسين حاجيب لك اياهم. والله يا جماعه ولا 1% ما خطر لي، قلت لي هدول هديه مني لك، خلي لي قلبها عن جد اللي هيك قد فرحت انه قالت لي، لانه بعرف بدك تتكاسل وما بدك تاخذيهم، ما رح تاخذيهم. ايه فعملت ليها مفاجاه واشترت لي اياهم هديه، يسلم ايديها وهيك، الله يخلينا امهاتنا كلياتنا يا رب. رح تسألوني كيف هديتك ياهن وانتي شاريتيهن، وقت اللي نزلت وسطني عليهم فورا حولت لي حقهم، فقلت لها انه ليش مستعجلة عليهم، خلص بس اجي ممكن انه متحاسب او هيك، وهدول اعتبريهم هدية مني الك. قالت لي لا لا لا، اصرت انه حولت لي حقهم، مشان هيك عم بقول لكم انه هن كانوا هديه منا، يسلم ايديها يا رب. واخذت مثل ما شفتوا طقم الطناجر مع الاراتي لصواني القهوه. هلا وصلت على سيتي بيت رفيقتي، بس هي رفيقتي كل ما جيت لعندها بقول لها انت مالك عايشه بيه، سيتي يعني مجمع، عايشه بمدينه فيه بنايات كتار وكلهم ابراج كلهم هيك عاليين، شايفين هاي بنايتها، ف وحدايق، والمشكله ممنوع ندخل بالسياره لجوا، صفيتها برا وهلا عم بمشي حتى اوصل على بيتها. فشايفين بنايات عاليه، طوابق تقريبا شي 14-15 طابق كل مجمع، هاي هي. اكتبوا لي بالكومنت بتحبوا تسكنوا في هيك مجمعات، انا بحب البنايه اكثر من مجمع، هيك خلص بصف سيارتي فورا بصير ببيتي. فهي المشكلة انه كتير كتير بعيد، شوفوا الشد اللي عم بمشي، فتحت لكم التصوير تقريبا من نص بعد ما مشيت نص الطريق، لسه ما وصلت. هلا الاي بلوك عايطيني انه لسه لقدام مشوار، يعني انه يخلونا ندخل السيارات لا، بس حلوة هيك حدايق وقصص. ليش بظن انه اي بلوك هو هاد؟ لا هاي وصلت، والله وصلت. ايه هاي شايفين منيح ما مشيت لقدام.
هلا سنين وانا طالعه من البيت كنت لابسه غير جاكيت بس برد، وهداك مع انه شتوي شوي هيك مصوف بس لبست هاد. وهلا بعد ما طلعنا هاي ربروب خان وطلعت معها لانه مدخله سيارتها لجوا، فمشان ما امشي هالمشوار طلعت معها بالسياره وصلتني لعند سيارتي. وهلا رح تشوفوا شو صار عن جد، يعني بالصدفه مصوره هالمقطع مع انه كنت فاتحه الكاميرا ونسيان انه هي مفتوحه بس تصور المقطع كامل. فلو طلعت بالسيارة فلقيت الرصيف هون واطي بين علي بس هذا الرصيف، فسيح بيساوي شو اش طلع قدامي شو اش بصير. الحمد لله زعلت اللي عصبت اللي انبسطت اللي شو ما صار صار اللي صار، ما بدنا نزعل اوكي بتتصلح الحمد لله. نهرت يا رب ليش سبحان الله عن جد اسمي عن جد لهلأ ما المستوعبة الحادث اللي عملته يا ربي. على فكرة نقزت السيارة مثل العادة، نكسر الطابون هذا بده تغيير كلياته. الحمد لله يعني هي شغلة بسيطة والله يجعل أكبر المصايب، بس كتير حبيت شغلة إنه أول ما هيك صار معي قلت له مات زعلتي اللي انقهرتي اللي شو هلأ المشاعر اللي رح أعيشها اللي صار صار بدها تصلح بدها تتصلح، قهرت حالي ما قهرت حالي اللي صار صار خلاص يعني، فما نزعجي حالي. وبعت لهم الصورة على الجروب لرفقاتي وقعدنا نضحك وهيك وخلص يعني قلبتها كوميدي لأنه اللي صار صار ما بنقدر نغيره، فخلينا ناخده بنفسية حلوة. يعني هلا ضربت السيارة أنا بخير الحمد لله، ولا بدي أصلحها وبدي أدفع عليها وبدي تكلفني على الحالتين سواء زعلت هلا أو كنت مبسوطة، فخليني أكون مبسوطة أدفع وأنا مبسوطة أصلح وأنا مبسوطة. الحمد لله الحمد لله. وبصير معك شغلات بقول خير ورب العالمين بيحميني من شيء اكبر، فانه هيك صار معي. يعني المضحك بالموضوع انه يعني الغباء يعني نص متر بينه وبين الحيط، وانا لو طالعه مهديه كنت انطرقت بالحيط حسيت انه في حيط فما كان اذت السياره كل هذا. لا بس انا شو مستعجله مشتاقه لليلي يلا شلت وخبط هذيك الخبطه، شفت الرصيف واطي قلت منيح ما بدي ارجع لورا انا ليه والف السياره وما بعرف ايش يا بنت ايش حبيساوي. ما عادش بسحب سيري بس ما ضروري اضرب هالضربه القويه لانه كنت طالعه كثير مستعجله. ايوه الحمد لله. اللي صار بعد هالمقطع اللي شفتوه انه رجعت على البيت وحكيت لها لرولا، قلت لها والله ماني مضايقه حالي ومشتيه على شيء حلو، فنزلنا بالليل حتى هيك شوي اروق اكثر الا ما نتضايق يعني، بس قاعده قرار ما بدي اضايق حالي. بس الشغله الحلوه انه عملت له اختبار لسعيد فبعت له صوره السياره بدون ما احكي ولا كلمه يعني، وهي هيك مكسورة أشوف إيش ردة فعله. فكتير انبسطت، راح أحط لكم المحادثة. كتب لي Are you okay؟ يعني أول شغلة سأل عني ما سأل عن شيء تاني، وبيعرف من الأخير هو راح يصالحها يعني. فما رديت فدق لي
عم بقول له انه سعيد قال لي انتي منيحه؟ قلت له ايه منيحه، قال لي خلص ما تاكليها. يعني عن جد كتير بحب هيك وقت اللي بيكون فيه الحمد لله الف حمد وشكر انه الزوج بيكون داعم، وكمان هو هيك نفس التفكير. على فكره انا اخذت هي القوه منه. مره من المرات احكي لكم هي القصه ما بنساها، اعطاني الكريدت كارد، والكريدت كارد كانت الباسورد تبعيتها كتير سهله، يعني كتير سهله. فأعطاني إياها وفيها مبلغ، بتعرفوا الكريدت كارد بتكون مفتوحة على مبالغ كبيرة. فأنا نزلت من محل لمحل، ضيعت بشي محل ما عرفت وين طب مني. فأنا هون اعتبرت حالي بمصيبة إنه الكريدت كارد الباسورد تبعيتها كتير سهلة، ممكن أي حدا يجرب من أول مرة تفتح معه، وفيها تمسس فوق المنة كمان يعني. المهم فدقيت له اول شي، رحت رجعت على كل المحلات اللي رحت عليها، دورت دورت وما لقيتها. فدقيت له قلت له سعيد انه ضيعت الكريدت كارد، وانا كنت عم ببكي يعني مقهوره. فقال لي انه فداكي ولا تاكلي هم، وهلا قال لي بس اعطيني دقيقه ادق للبنك يوقف لي الكارت وبرجع بحكي معك. فما في خلال دقيقة اتصل فيني قال لي مشي الحال، وقفت الكارت. قال لي شو عم تبكي؟ انه يعني ما محرزة، ولو كان يعني سرق منه ليش انتي حطيت انقهري هيك؟ يعني عن جد هي الشغلات ما بنساها. طبعا هو ما دائما هيك، يعني عم بقلكم ما عم بحكي لكم انه مثالي، وزوجي انسان مثالي اكيد، هو انسان كتير رائع وكتير بالمواقف المشاكل والشغلات الكبيرة كتير وقفته معي ما بنسى له اياها. فبيهول لي هيك اي مصيبه او اي مشكله بتجي فوق راسي بيهول لي اياها، مشان اخذت هالعاده منه. هلا وقت ضربت السياره قلت خلص اوكي ايش صار، يعني ما صار شيء. دائما هو هيك يعني بتكون ردات فعله. فالحمد لله الله يحمينا يا رب. شوف كنا كل ما نروح على المطعم نطلب سلطه دجاج، بل اخي اكتشفنا انه ايش قد سهله، يعني كثير سهله وبسيطه. منين عرفنا؟ عرفنا الدريسنج. قال وقت نروح على هذا المطعم نقول له حباب قلنا شو الصوص اللي حاطه، يسر المهنه مشان ما هذا يعني تاكلوه عندي وما بعرف ايش. فطلعت بالاخير دبس رمان وسماء، السر بالسماء. اي ميرسي رمروم، هي اول لما رح ادوق انا. شوف هذا بس دقيقه، دبس رمان وسماء ورمان وزيت وزيت زيت زيته بتجنن. هاي ادمان المسا. بتجنن. حط لها جوز، مدللها بالجوز والرمان، فطر جرجير بندوره بس. هاي هي اليوم السهرة عند رولا، ضليت عندها لأنه سعيد اليوم عم بيودع طلاب بعطينه على العمرة على حساب البلدية، فرايح بالليل على المطار يودعهم. فسهرنا هاي السهرة وهيك أجواء حلوة، أجواء المساء. حطينا بعدين الحلويات وهيك بيكون وصلنا نهاية هالفيديو الحلو. بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه وحبيتوا وعشتوا وحسيتوا معي بالمشاعر المختلطة اللي صارت من خلال هالفيديو. وبس بحبكم كتير كتير، استودعتكم عند رب العالمين انتوا وحبابكم. الله يحميكم يا رب. تظرين فيديو جديد إن شاء الله. بايات وبوسات يا أحلى عائلة.